الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. هو صراحة هاد جوج الحالات الشادة اللي وقعت مؤخرا ديال الحالات الإجرامية هي ماشي قاعدة عامة. الإجرام كظاهرة يعني كاين في عدة دول، دول العالم كلها كتعاني من الظاهرة هذه، ظاهرة اجتماعية. في المغرب بعض المرة المعدل ديال الإجرام كيرتفع، بعض المرة كينخفض، ولكن هادشي اللي وقع مؤخرا لا في مدينة الدار البيضاء ولا في مدينة مكناس هي حالات شادة. يعني اشخاص مضطربين عقليا، عندهم مشاكل نفسيه، وقاموا بهذا العمل الشنيع. الله يغفر لهم والله يسمح لهم والله يرحم الوالدين ديالهم ساكن. ولكن بصفه عامه يعني خص يكون واحد الاهتمام، واحد الاهتمام من طرف وزاره الصحه خصوصا كما قلت سابقا، والمجتمع المدني حتى هو خصو يلعب واحد الدور كبير. يعني يكون التخطير من واحد الجمعيات اللي كتعمل في المجال الاجتماعي ولا سوسيو اجتماعي سوسيو اقتصادي عفوا، تكون كتعمل في المجال الاجتماعي ولا سوسيو اقتصادي، واللي كتهتم بالصحه النفسيه للمواطن بصفه عامه. وهذا ما كان. شكرا. بالنسبه لهاد الدائره ديال الاجرام ولات كثيره عندنا في المغرب بالنسبه لهاد السنتين 2020 و2021. بالنسبه لهاد تفشي هاد الوباء هو كان سبب من الاسباب اللي كتدي الجريمه، بخصوص البلاد ولات حركه الشغل ولات قليله، الناس كيلتجؤوا كانوا كيلتجؤوا شحال هادي باش بنادم يدبر على راسو، كان كيمشي لابسط حاجه المهم كيمشي للبيع والشراء. هو المتنفس الوحيد اللي كيلقى اي واحد ما عندوش شغل ما عندوش ما لقاش فرصه الشغل كيمشي للبيع والشراء. المهم كيقول بنادم نعدي بالبيع والشراء، حتى البيع والشراء ولا دابا مشكل فيه، ما كيخليو لا بنادم لا يبيع لا يشري. هذا بالخاصه والمخدرات حتى هما سبب من الاسباب اللي كتدي الجريمه. سمعنا مؤخرا هذا السيد اللي قطع الراس ديال مو، واخا ماشي هذا كيقولوا عليه مريض، ولكن ما كنظنش انه المرض هو الوحيد اللي ادى لهذا الضغط باش يمشي يقتل يقطع راس ديال مو ويدور به في الزنقه. وداو ثاني البارح ولا ما سمعنا جريمه اخرى بحال نفسها في مكناس. كنظن ان الحكومه خاصها تبادر دير مشاريع للشباب فين يخدموا باش يبعدوا من هذه الجريمه ويحاربوا هاد الناس ديال المخدرات. بالنسبه للاقراص المهلوسه هي السبب الرئيسي لهذا المشكل اللي حنا فيه ديال الجريمه. خويا راه ولينا كنشوفوا هادشي بزاف، راه ما كانش هادشي شحال هادي، راه ولينا كنشوفوا هادشي بحال الافلام، كنا كنشوفوا هادشي في الافلام، ولا دابا كنشوفوا بصح. راه هادشي ما خصوش يكون. كنتمناو من المسؤولين يحاربوا هاد الظاهره هادي، والعوامل ديال التخدير هو اللي كيدير هادشي. التخدير حتى هو كيساعد الاجرام. وشحال من جريمه قتل، ولكن فهمت نقول حكا راه مريض نفسانيا، مريض نفسانيا سيدي خصنا نعالجوه ونديو يتعالج. وهاد الظاهره كنتمناو ما تبقاش، وكنتمنى السلطات دير الخدمه ديالها. شفنا هذاك السيد اللي قطع المراسل. انا تاثرنا بزاف، بقى فينا الحال صراحه. قال لك حكا راه هذاك السيد كان هو اصلا مجرم وخطر يكون ساكن مع الضار. هذاك السيد اخويا قال لك كان خايب، ولكن حشومه باش يدير الموكاك هي مصرفه مع الخير وحشومه. احنا راه تاثرنا بزاف مع هذا المشكل، والله الا تاثرنا بزاف بقى فينا الحال. هذا الشيء ما خصوش يبقى، هذا الشيء ما خصوش يكون كاع في بلادنا حنا. كنتمناو هذا الشيء ما يبقاش وهذا الشيء اللي كاين. الاجرام هو الفريد، الناس اللي كيدخلوا الفريد اللي خصهم يتعاقبوا، هذوك الناس اللي دابا اللي كيديروا الاجرام ما خصهمش يشدوا دوك المعلمين الكبار اللي كيدخلوا الحشيش ويدخلوا الفريد ويخلقوا بهم. هما اسباب ديال الاجرام. صافي. هو الاول ديال الاجرام، صافي. الاجرام هو الفنيد، صافي. كلشي اللي يدوا الا الفنيد، ما عمر الحشيش يدير الاجرام، ما عمر السكين يدير الاجرام، كيدير الاجرام هو مول الفنيد، اللي كيضرب فنيده ب 80 درهم 100 درهم كيضرب الفنيده. هذا الشيء اللي كاين، ما عيدوا الفنيد ما يبقاش الاجرام فقط. يقول لك القرقوبي هو اللي هو الاجرام، هو سبب هذه المسائل كلها اللي كتوقع، هو القرقوبي، هذا الماء الماطر اللي كيطيروا خوذ السكات، ديال الفنيده سيكان بورتابل، ديال الفنيده كيتخرقب بموتورو كيدير اللي بغا. صافي. بنادم واحد غادي مو قتلها وشد الراس كيدور به في الزنقه، شنو هي المعموله ديال هذا؟ واش الاجرام كيكون بسبب الفنيد؟
الفانيد والشراب بزاف الاكسترا بزاف ديال الحوايج. هذا هو القانون. اش نقول لك التربيه ما كايناش. اما واحد الا كان خدام وكفي راسو هادو يبعد من المخدرات وهذا مزيان، واحد كيخون تلمو ويجر راسو باش يبان. ودابا هذاك علاش كيقلب ذمو هذاك؟ كنشوفو حتى محاولة الانتحار الانسان كيتقرقر كيبغي ينتحر. ايوا الانتحار اللي باغي ينتحر، واحد ما خاصو والو علاش غينتحر؟ شنو عنده شي مشاكل، عنده شي اسباب باش ينتحر؟ الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.